ما نكتفي هنا، يكون نقاشات تحت الهواء مع الشباب في الاداره حتى نتجاوز هذه المعضلات والعوائق. شكرا، نشكر الاستاذ منذر في مداخلته. معي بسام السيف يا جماعه الخير، له مقطع تحدث. بسام ما ابغى انا في غرفه التواصل، انا ما احتاج. طيب بسام، لكم ان تتخيلوا، ما ابغى مداخله احد الشباب، ما في وقت. اعتذر من بسام، كان بيتداخل على موضوع المداخله، ما ابغاه. عندنا موضوع بسام، المقطع جاهز ولا لا شباب؟ طيب بسام السيف طلع وتحدث امام زملائه بانه هرب من المنتجع. تفضل المقطع، خلينا نشوفه. اللي يسوي كل شيء بس ما ينطرح عندك. انا تذبح نفسك. لا مو انا هاكل كل انا بنطرح بكره بجيني بسلطان اللي امس طالع واحد. انت ما بيجي يوم العيد انت تستبعد. سوي لك شيء امس درو ولا اي؟ بالله درو، اي والله درو يا ابن اخي. بدارة ها شوف والله درو. الدهاء في الموضوع. لا ما انا ماني داهي، ما كنت قايل داهي، انا اقول لك هذا الدهاء. الذكي هو اللي يسوي شيء ما ينطرح يا بسام، بس للاسف ما طلعت ذكي. قاعد تقول تسولف انك خربت. بسام السيف امس ضرب الباب باختصار، ما لها مسمى غير انه ضرب الباب، لا حط اعتبار على اداره ولا حارس ولا الغير. مسك الباب وضرب من الساعه، واسجل عندكم يا شباب، من السجل عندكم في كذا نقطه الحين بنخلص بسرعه. انا بشوف عندك هنا حاجه. الساعه كم؟ طالع الساعه 6:30 صباح قبل امس تقريبا. صباح اي نعم، 6:30 صباح رجع 3 العصر. اوف نعم. عندكم يا شباب لائحة الخصومات، بسم الله العظيم. الخروج بدون إذن، الخروج الهروب، الساعة ب5000، الساعة ب5000 والحساب بتحسب، الساعة ب5000 والحساب بتحسب، الساعة ب5000 والحساب بتحسب. 5000 ضرب 9 نص، أنت حق رياضيات. 40 نزل الأصفار. 45000 نقطة ضرب 45000 يعني قسما بالله. طبعا شوف، لا لا ترى الارقام اللي عندي تقريبيه مش من عند الاداره، هذه معلوماتنا الشخصيه نزلناها في فوكس. يعني اذا خصمت 45000 والله لو تشم الغيم. يعني وداعا مركز، وداعا مركز والله ما تاخذ. اهلا اوتسايد كل اسبوع انزل لي شرفنا يا غالي. والله ما تاخذ حتى مركز. هل طوى الطير جناحيه الى قمه اخرى ام الى وادي؟ حجز مقعد اساسي في العرض الاخير كل اسبوع الى نهايه البرنامج مع الحرمان من مراكز. يا اخي قايل ذبه، انا تعزز لي يعني. دقيقه شباب، والله انت هذا ريح ذبه. ايش ذبه؟ هو يقول كان في توك يقول لا يطير الطير ولا يفرد جناحيه الا يصعد قمه اخرى. الرجال نزل في وادي ما ادري صدم في جدار، انقطع على رساله عليه طاح، طلع مع باب. لا لا، هو يبغى يسوي مثل ذولاك اللي يهربون، نمسكهم ونسترهم هنا يقعدون يطلبون هم شوف ويفتحون مساحات وهيطول، لكن هو ما عرف هاي يطلع على الهواء. انا لله وانا اليه راجعون. هم باعترافهم يقولون فيه كبار وفيه صغار، هم الكبار اللي كانوا، فكان يبغى ينتقل من مرحله الصغار ويروح مع الكبار. هل انت فكان يبغى التمرد؟ لا، ان الكبار انهم يخالفون وان الاداره سكتت لا له. هو كان يبغى يثبت انه من الكبار بهروبه، فتفاجأ ان في ناس من الكبار مو تفاجأ ما حد تكلم، فقال ايش؟ قاعد بتكلم عني أثبت نفسي اني متمرد بالمخالفه واني لي صولات وجولات، فجت على راسه ب 45000 نقطه. مصيبه لا يعلم بها الا فاطر السماوات والارض. ايش شعورك بال 45 فهد؟ اعطنا شعورك ومشاعرك يا اخي. احسبها يا اخي، 17 متسابق ومدحك 45000 نقطه توي وحفل توي مدح. انا توي مدح، توي مدح يا جماعه الخير، توي اقول تغير. غريبه من بسام، والله غريبه. يعني يعني ودك من كهربت الهاكر تهكر ساعتين. يعني انت المفروض تهكر الناس باخلاقك، هكرهم بسوء الاخلاق وبضرب الانظمه. الهاكر تهكر. طيب انا ابغى شباب احمد رحيم في غرفه التواصل.